دائما اصدقائي بيبعثوا لي روابط العاب ومسابقات وفيديوهات، واحيانا بوصلني كمان روابط من اشخاص ما بعرفهم، بس ولا مره بوقع بالفخ وبفتح هاي الروابط ولا بسمح لاي شخص يخترق جهازي او يعرضني للخطر. انتبهوا يا اطفال وكونوا اذكياء، ما تفتحوا اي رابط بوصلكم من خلال الانترنت. الاول شرط، اخره رضا وامان، اتبع قواعد السلامه بالانترنت كمان.